قال لهم اودي ما كاش مشكل، 10 يغلبوا 100. قال لهم غير فرد السلاح تاعك هذاك الحافي هذاك وجيبوه، فد خدمي. قال لهم انت جيب غير موس صغير هكا، هذاك الموس الصغير هذاك. قال له جيبو هذاك تاع لاسويس هذاك. قال له جيبو هذوك رافدين السيوف. قال له هذو ما كاش مشكل كاع، ربي معاك 10 يضربوا 100. راحوا تماك عطاهم طريحه تاع كلاب، والرسول هرسوا له سنيه ومام تخبى ورنسى في الغزوه هذيك. روحوا قراوا على الرسول في الاخرى تاعكم، تخبى ورنسى الرسول. دفع اصحاب المدينه مش عارف شحال، واحد 8 ولا تاع الصحابه اللي ماتوا من بعد ولا يتفهم ورنسى، مساكين عطاهم طريحه تاع كلاب. بعد كي جاو الرسول فاق اللي انتيليجون، واش قال لهم؟ تناكوا الصحابه كمشي ربك هذا، قالنا واحد 10 يغلبوا يوم كنولوا شبعنا طريحه وماتوا صحابنا 70 واحد. قال لهم الان علمت ان فيكم ضعفا. بيتان الانسان اللي خدم له لوجيك، قال لهم دروك راني عرفت، انت ما كنتش تعرف افون، الان علمت. قال لهم خلاص دروك، قال لهم واحد يغلب زوج بدل رايه. او هي لما انت اله تزيد دروك 10 يغلبوا 1000، وزيد وتبت يدا ابي لهبي. وبعد يجي يقول لك الم ترى كيف فعل رب، وبعد نبقى خايف. قال لك الامام ويسقسيني يقول لي الم ترى كيف فعل رب، ويشوف فيك يبلق عينيه الامام في الجامع ويقول لك، يقرا لك يقول لك الم ترى كيف، وتبقى تشوف هكا. ها انا ما شفتش، ما شفت لا في الاول، وين شفت انا؟ الم ترى كيف فرفع السماء. ومسكين الاخرين يكبر يقولوا نعم الله اكبر، تابوتا قال الله اكبر تكبير. وبعد كي تهضر لهم هكا واش يصرى؟ بيان سور يصرى اقصاء، ويصرى الحقيقه، ويصرى الخوف، لانه هذه هي السلطه الدينيه. بلا ربي هذه السلطه الدينيه اللي درتها تحت رجلي، كيما عندها عام ونص كي دخلت للتيك توك، كان مجرد واحد لا ديني يدخل كانوا يغلقوه يحوزوه، اللي مرة ما يترجاو يقول لك غير ما تهضروش في الدين، نجو عندكم نعمروكم نرسلوكم نديروكم اللي حبيتم، غير ما تهضروش. ما هضروا في الدين بصح هضروا بطريقه اخرى، وراهم يضلوا يديروا في الوقت. كي تجيب الدين تاعك، مانيش نقول لك ما تكونش مسلم ولا، معليش كون مسلم ولا دير كيما حبيت، الدين تاعك ديه للجامع ولا ديه للكوزينه تاعك. كي تدي الجامع الدين تاعك، نتلاقاو في لايف عند وحده كيما هذيك الممثله، ونهضروا على لي بروبليم، نهضروا كيفاش التمثيل دور الفن. جي بوزي اون كيسيون، لا كيسيون تاعي واش نقول داخله في صميم الفن، باسكو الفن ماهوش غير رقاصات وتجيب الاخرى تاع، والرقاصات هو اساس الفن باش نتفاهموا، الرقص والغناء. باسكو كانت وحده تمك في العصر الجاهلي قالت لها نعم الرقص والغناء هو اساس، والساركازم والفن اللي من ندار جيستومون هو الرساله المقدسه للتوعيه، هو الرساله لارساء مبادئ الحب، الرساله لارساء مبادئ الحب. الفن هو الرساله لارساء مبادئ تاع التسامح تاع لا توليرونس. جيستومون بلي فيلم بلي سيغي بالمسرح بهاد صالح، اللي الانسان قدر ينشر هذيك الاخرى، هذيك المبادئ تاع التسامح بين المجتمعات. سقسيت غير هذا السؤال، علاه حنا باريزوم اون الجيري ما نشوفوش ان فيلم، وين نشوفو دون زان فيلم باريزوم كما كنت، وين يكونوا فيه فيلم هذه مثل الجزائر على حقيقتها، وين تشوف فيه فيلم ان فامي تهضر بالقبيليه، الاخرى تهضر بالشاويه، الاخرى يهضروا بالعربيه، الاخرى ماش عارفنا بالترقيه، تشوف فين فامي تاع بني مزاب، تشوف فين فامي جويف ديك خيتيان، تشوف ناس لا دينيين جزائريين، واي نوت؟ لانه هذه هي الجزائر. نو لا لا حنا يا الاغلبيه مسلمين يا اخو، لازم الفيمات يكونوا بواجهه نتاع ربي والام، ونغسل لك رجليك ونغسل لك مصاصيتك وكذا، والكذب والخرطي، وهي كلها نفاق. وتخرج للطريق تلقى الفم الخامج، تخرج للطريق يعني تشوفوا الاسلام 40,000 جامع، الدين في المدرسه في الجامع في البيت وكلش، بصح تخرج للطريق ما تسلكش، تسمع الخماج بارتو. المراه ما تقدرش تخرج وحدها، نتحداكم لازم لها عساس، مام بالعساس براجلها حداها وما تسلكش، تلقاها عندها 60 عام 70 عام ومازالهم تلقاها ما تقدرش تخرج وحدها، الخماج بارتو. بصح حنا مسلمين يا اخو عايشين في الكذب في الخرطي كل قطعه، ومازالكم تهضروا هذه الهضره عندنا الدين يا اخو الاسلام. اللهم زدنا بطاطا وزدنا خرشف يا رب العالمين. مساء الخير عزيزي ميهوب. وي حبيبي عندك تدخل، انت مسلم سني؟ لا لا انا انسان.
مش لا مشكلة. أنت إنسان أوكي، أنا ما أنا لا أحاور الإنسان، شكرا. فقط أهل السنة والجماعة، نعاود، فقط أهل السنة والجماعة، ولا واحد خارج من الدين، من الدين الإسلامي، باش يحكي لنا الإحسان تاعو. ومادا بكم أهل السنة والجماعة يكتب رقم واحد، يكتب رقم سبعة، واحد إلا حاب يحكي القصة تاعو رقم واحد، من فضلكم. اللهم زدنا بطاطا وزدنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ميهو حبيبي. واش راك؟ الحمد لله. بصح هنا كي لحقت لسورة الفاتحة وبديت تحكي عليها، هنا عرفتك باللي راك تيري برك ميهوب. راك غير تخلط، راك غير تخلط. راني حاير في ألف إن عبد راه يشوف فيك وراه يأمن فيك وراه أم دايرينك تحريشة. أقسم بالله لا دايرينك تحريشة. كيفاش انت حبيت واع الاله ينزل الوحي على رسوله ومن بعد باش نقراو احنا عباد الله باش نعبد الله ونصليو به ونعبد ربي بهذاك القرآن تولي هذيك الصورة على اسمنا حنايا؟ كيف فسرها لي برك انت، هذه اللي نتحداك تفسرها لي. فهمني انت يا كيفاش كما نقرا لك. ما تهرب ليش ميهو بنت. قلت الفاتحة والقرآن غير خرطي، وراك تفسر في التفاسير السطحية. شغل ولد صغير راه يلعب بهذيك تيت 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 اللي راك كنت تقول فيها انت، اللي كنت تحكي عليها انت. كنت غير تخرط، انت تهدر وانا نضحك ميت عليك بالضحك. حبيت نقول لك هذيك تاع سورة الفاتحة فسرها لي. كيفاش واحد الله الذي لا إله إلا هو الأحد، شكون اللي يهدر في سورة الفاتحة؟ شكون اللي يهدر؟ هني نهدر معاك. شكون الوحي اللي لما يهدر؟ نزل شكون اللي يهدر في سورة سورة الفاتحة؟ الفاتحة بعد شكون ربي اللي يهدر؟ هو اللي نزل الوحي على رسوله، ومن بصح بعد شكون اللي يهدر؟ رسوله ولا عبده كي يقرأ القرآن. كيفاش حبيته يقرأه؟ لمن يقرأه؟ يقرأه لربه اللي ينزله عليه ولا يقرأه ليه هو؟ معلش شكون اللي يهدر في سورة الفاتحة؟ شكون؟ هل القرآن نزل من عند الله تعالى على رسوله؟ معلش شكون اللي يهدر؟ شكون اللي يهدر في سورة الفاتحة؟ يا ربي هو اللي نزله، ما تقوليش هو اللي يهدر. اللي يهدر هدرها ربي، هو اللي هدره هو اللي كتبه. بصح نزله نعم أنا أقول لك قل أعوذ برب الناس، فوالا هاي هنا يهدر الناس، قل أعوذ، راه يقول يا ميهوب أنت عبد، قل أعوذ برب الناس. بصح أنا راه يقول الحمد لله، أسكو قال لي قل الحمد لله، شكون اللي راه يهدر هنا؟ أسكو ربك يا هيهدر؟ كل صورة عندها معناها وكل صورة. بون غادي نعلمك، كي تطلع عندي وتزكي ماشي كيما هذه، حبيت نربيك نربيك، حبيت تهدر تهدر، قول لي شكون، دوك نروحوا نشوفوا وراكم نشوفوا شكون اللي يهدر بالكلام. وغادي نحذرك، غادي نهضروا بالمصادر، رأيك ورأيي نديروه تحت الخرعين. من قال بهذا الكلام تاعك من أهل السنة والجماعة؟ من قال باللي ربي راه يهدر في مكان الرسول ولا في مكان الشعب؟ يلا شكون اللي قال هذا الكلام؟ هذا شكون من أهل السنة والجماعة؟ شكون المفسر اللي قال هذا الكلام؟ شكون المفسر؟ انت على بالك بالقرآن، شكون نزل القرآن؟ الله تعالى هو اللي نزله ولا ماشي الله؟ معلش شكون اللي قال هذا الكلام؟ شنو اللي كتقول فيه انت؟ شكون من المصدر تاعك؟ مين جبته؟ القرآن، القرآن يعني انت تفسر القرآن وحدك؟ الله تعالى هو اللي نزل القرآن على رسوله. شكون اللي يفسر القرآن؟ شكون اللي يفسر القرآن؟ كيفاش شكون اللي يفسر القرآن؟ القرآن يفسر نفسه، كل آية عندها تفسير ديالها، كل آية عندها. والعادية ذبحا، فسرها لي اخوي. وشنو انا مانيش مفسر. اوكي عيه بط عليا، انت شفت يماك مين ما... عود عليا ماكش مفسر، يعني يفسر القرآن يفسر وحده بوحده؟ فسر لي هذه الآية. انه انا مانيش مفسر، لأن القرآن يفسر بعلم الأثر. نعم عندنا سلف صالح هو اللي فسره، كاين هناك آيات قليلة جدا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما مضى نعطوا المثل والشمس تجري لمستقر لها، فهمت؟ وكاين بعد يجي علم الأثر، السلف الصالح باغ اكزومبل، كيما عندنا شيخين طبري وابن كثير. أنا أعطيتك أنا آية، قلت لك قل أعوذ برب البطاطا والباذنجان، أنا أعطيتك ها، أو هنا يهدر يقول لك قل أعوذ. ألم ترى؟ راه يسقسي هنايا في الأسئلة. بصح الحمد لله وعلى بها فيها نقاش، أنا نقدر نعطيك حديث باللي الحمد لله الفاتحة ماهيش قرآن. هل تعلم هذه المعلومة ولا ما تعلمش؟ مثلها مثل المعوذتين كما قال ابن مسعود، إنها ليست من القرآن. ابن مسعود اللي وصل الرسول عليه بالقرآن تاعه،
تناقش فيكم انا بالقريصات والخشيبات وتطلع يعني ما تحبش ما تسكتش. وشحال يحبوا يهضروا لها تصالح يا ربك، شحال يحبوا يا امينه كي يخرجوا على عائشه ويخرجوا على العبوديه ويخرجوا، شحال يحبوا يطلعوا ويقولوا هاك يعني نعطيهم شويه بس كي يجينا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راك حبيبي دوك تشوف امينه نغلق عليهم بعد يولوا ينقصوا تحت الشيء؟ طلقي عينك امينه، طلقي عينك. السلام عليكم. لا محبين يطلعوا. سلام عليك اخي لاباس؟ الحمد لله. امينه راكي هنا؟ طلقي عينيك في لا محبين يطلعوا. شوفي تشوف زوج دقائق من بعد. وي حبيبي السلام عليكم. اخويا ماك سمع فيا كوكو؟ سمعوا مليح يا جماعه. شو السلام عليكم. سينياليك ميو، سينياليني ماريا مروة غينتي، سينياليني ما نزعفش كاع، سينيالي عمري، سينيالي شحال نبغي سينيال، كي سينيالي راه سينيالي في وها هذا من البارح هو يدير هكا. سينياليني اختي راهي سينيالي عندي مروة. مي هو مين ماتت يماك شفتها ولا ما شفتهاش؟ هيا نتحداك. يا رباك عباد كيفاش دايرين؟ شفتوا الاسلام كيفاش؟ واش مي هو؟ اي بان سقسيك مي هو انت ولد بلادي وانت مغريزان؟ ما تقسيش ما تقسيش خويا ما تقسيش ما تقسيش، انا اللي نسقسي راك في اللايف هنا انا نسقسي. شفتوا الاخلاق تاع الاسلام كيفاش داير؟ شفتوا كيفاش ولات لا 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 كيفاش ولاو ديزيسبيري يهضروا على الموتى؟ ماشي هو الوحيد كلهم راهم يهضروا كيما هكا. شفتوا كيفاش الاسلام كيفاش ولا؟ تخيل انت من ما لقاوش ما لقاو لا حتى حاجه يهضر لك على يماك انه ما كاش حجه. شفتوا الاسلام كيفاش دار للبشر كيفاش دار لهم؟ وبعد يجي يقول لك الاسلام دين رحمه دين اخلاق دين حب. وين الياس؟ الياس اصيبوا بالياس. بصح غادي نقول لكم حاجه، هذه غير البدايه تاع الياس. يا بلا ربي غير وجدوا رواحكم على بعض الاشهر ولا على سنه ولا غير وجدوا، الا ما حبيتوش تخدموا عقولكم غير وجدوا رواحكم الياس باش تفهموا مليح. ما هو يهضر على المواضر هذا كتب لي في البريفي مسكين. واش ميو السلام عليكم. سلام خويا، تقدر تشرح لنا كيفاش الراس 54 سنه يروح ينعس مع الدريه صغيره خويا؟ انا قلت لك باللي كانت عادة عربية لم تكن يعني ما نزلتش آية من قبلها باش تحرم الزواج الصغيرة. ومن بعد نزلت آية تحرم ولا ما نزلت؟ نزلوا احاديث يهضروا على كسمو على البلوغ وسن ال ايه من حديث يهضروا على البلوغ على عائشة كشغل عندها في الأثر تتحدث عن البلوغ كسموه بلوغ الحيض بلوغ المرأة إذا بلغت الجارية فهي امرأة. واسمعني ما اسمح لكش تقدر تروح تجيب لنا الحديث لا قلت لك كاين هذيك الآية في سورة البقرة اللي تقول على الحيض تتكلم على الحيض تما هي هذيك معليش تعطينا حديث ليها تهضر على البلوغ من فضلك برك ما تيري الدور منه ما عنديش قلت لك كانت عادة عربية لم يكن يعني كانت عادي. تفضل اعطيني مين جات هذه عادة عربية عندك مصدر؟ الدليل انه كانت ماشي عادة عربية كانت كاملة في العالم كانوا يتزوجوا بالاطفال نورمال. بون راك ثاني هربت للاطفال عندك أدلة؟ أنا عندي دليل واحد السويد علاهم على دايره بلي على 7 سنين تقدر تبدل الجنس تاعك تقدر تهضر عليها أنت وعلى لي زوموسيكسيال وكاع تروح الحبس. تما حنايا كون جا عندنا النووي حنا المسلمين كون جا عندنا النووي كون جينا في موقف قوة أنت كون راك في الحبس دروك ونقول لك معادلة السامية وندير ربك في الحبس وحلال عليا نطيح لك في القرآن كاينة عبك بهذه
نو نو، في القرآن أنا نقول لك، يقول لك ولا تسبوا الذين يدعون من دون ربك، يقول لك في القرآن ما تسبش، لو كان تسب لا واحد لا لا، يعمل الرسول قال معلش للصحابي، قال له اسمح معلش لي خويا. معلش اسكت شوية وأنا نسكتك. الله نتاعك يقول لك في أي قرآن، يسمع مليح، افتح المايك تاعك، يقول لك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله والرسول عدو بغير حق، يقول لك ما تسبش في آية قرآنية اكتبها، يقول لك ما الرسول قال للصحابي، الرسول اسمح لي اللي قاطعك، قلت لك الرسول قال معلش تسكت شويه ما تروحش ليش منها، راك هتكرت، راك مصبوح انت دير طا 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 طا. اعطيني هذا القانون في السويد اللي يقول ولد 7 سنين يقدر يبدل الجنس تاعو، تقدر تعطيني هذا القانون؟ كاين والله، كاين قانون، كاين قانون اعطينا سبع هذا. سنين تغير الجن. معليش غادي نديروا حاجه انا وانت، ندير كيما درتها مع هذيك الاخت، تجيب لي القانون دروك، انا غادي نغلق وما نزيدش نهضر في الاسلام، وانا نقولها لك غادي دير خير في البشريه، غادي دير خير في الله وفي الاسلام، غادي الله يدخلك تصبر جنه. شوية نحوس عليه في التليفون، بيان سور ما غادي نصبر، غادي نغني، هيا بدل الباشا وجيب وي، غني غني، جبنا واحدة تاع السنوسي. معليش جيب الاخر، انا من ودري نورمالمون، انت ود بلادي. ما يهمنيش حياتك، جيب لنا القانون تاع الجهل نتاعك. راني حاب انا ماذا بيا كذاب، واحد يدافع عن الاسلام باش يطلع يخرع على روحه، راني حاب كذا. انا عندي 32 سنه ساكنه هنا اخويا، ما عنديش عامين ولا، ومانيش انسان كما تشوف فيا، وراك تشوف فيا نهضر، ماشي انسان اللي عايش على الحاجز، ولا ماشي انسان اللي عايش اكوتي دو لا بلاك، يتغطى بالخفيرطه في الشتاء على البرد، وباش ما يديرش الاخرين تاعو، ويخون الانترنت، يخون الواي فاي وكلش. دوك شوف يا ربك سيدي نامبورت كوا، يا عم يسبو. اجي اغلق المايك تاعك وجيب القانون، ما تفتحش المايك، جيب القانون انت على الجهه. ها يا حبيبي، ما انا معليش، معليش نقول لك، ما تقصي والو، خلي تجاوبني على هذا السؤال. روح خويا روح، وهذه غير في وجهك، بس في وجه غير ليزان برك، وكون شي جيت غير ليزان برك. الله يسلمك. ما هو شكل الارض؟ كروية، مش كروية، هي الدور ولا الشمس الدور ولا واش نقول؟ قاعد يدوروا كلهم في، اصلا العلماء اكتشفوا بلي انهم كاملين رايحين في مسار قاعد يدور مسكين، ما لقاش ويطلع يدافع عن الاسلام وكلش، والاخرى تاعو كاين في السويد ومثليين. المشكله هذا الكلام اللي قالوه، انا نقول لكم ما قالوه دكاتره وتنحالهم السليم، وسمعوا كلام واللي باش يروحوا يتحراو منه ويقراوه كل. السلام عليكم سي علي، اخ علي، يا اخ علي، امينه مريش، انا مانيش عارف إن الرقاد كان. وي السلام عليكم. الو، سلام خويا، بارطاجيو جماعة اللايف، راه ماكش مبارطاجي بزاف. سلام خويا تفضل. واش موهوب لاباس؟ الحمد لله ونشكره اخويا. الحمد لله. واش الموضوع؟ موضوع؟ تعرف صفية اللي كنا نهضروا عليها؟ اه، تكون هذه صفية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيفاش عرفها الرسول ولا؟ كيفاش عرفها؟ كانت زوجة من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. كيفاش عرفها الرسول؟ خويا باغي نقول لك، أنت راك تطلع الناس قليل العلم، وراك تعرف هذيك، تعرف هذاك الحديث اللي يقول لك ذكر له جمال صفية؟ لا شوف، حنا نصلي ونصومو ونعبدو ربي، انت راك طلع الناس، نتحداك طلع واحد، نتحداك طلع واحد عنده علم كبير كيما طلع معاك شمسي ديك المرة، طلع معاك شمسي، نتحداك راك تعرفهم انت اللي يديروا اللايف جماعة السنة، نتحداك. ابو اسحاق، اخ واش تفضل؟ الاسلام دين حق، دين حق ايه، بصح انت ما تعرفوش يا خويا. شوف، حنا دروك ما تقدر تفهمني هذه القاعده هذه، كيفاش انا عندي حاجه امامي ونقول هذا الكتاب هذا صحيح 100%، بس بعد واحد يقول لي على بالك ميهو، افتح تشوف الصفحه 52
كاين واحد المعلومه خاطئه، نقول له نو ما نعرفهاش. كي وانا قلت له، وانا ادعيت قلت له هذا الكتاب كاع صحيح ملي تحلو حتى تغلقوا. كيفاش الاسلام صحيح وانت ما تعرف عليه والو؟ فهمني غير هاد المنطق هذا، فهموني حبيبي. واه نفهمك، ماشي كاع الناس راها متقفه وقاريه على الدين. علاش الناس راها انا سقسيتك على اسكو انا تشوف في راني نهضر مع الناس، انا راني نهضر مع الاستاذ ابو اسحاق، دار ادعاء بانه الاسلام دين حق، هو ما يعرف والو على الاسلام، هو فقط ملقن مغيب حفظوه يتبع فقط. هذا ما كان ولا مسلم، لو كان زاد في الهند لو كان راه هندوسي، لو كان زاد في دوله مسيحيه لو كان راه مسيحي، لو كان زاد في منطقه يهوديه لو كان راه يهودي، لو كان زاد في جنوب ايران كون راه ثاني هو زرادشتي. واه 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 داكور، بصح حنا دروك تبعنا هذا الدنيا هذه، راك فاهم اما البحث. لا قولها، ما تحشمش قولها، قول اخويا ميو قول انا تبعت والدي، انا نتبع وخلاص، انا نتبع ونقول باع وخلاص. هذا ما كان، ما انا تقولش ماشي الدين كيف الاسلامي واه. هو الصحيح. لا هو الصحيح، هو الصحيح، ودي الاسلام هو الصحيح، بصح انا قلت لك انت راك تطلع ناس قليل الدين العلم. الاسلامي هو صحيح وانت ما تعرفوش يا دين ربي، مازال ما فهمتش يا خويا انا هذا رايي، انا نقول لك انا كيما تراك، راك كيما يما. تراك تعاند. يا يما معمر، انا نحضره بالقريصات والخشيبات يا ربك، مازال ما فهمنيش. شو ديزولي خويا، الله يهديك. ما تقدرش تقول انا اظن ولا اؤمن ولا لقنت بانه صحيح. السلام عليكم. السلام. او انك سوى تعمك ود القحبة صوت خويا راه في الجامع حنا. والله غير كان في الجامع ما سمعتوش. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت نسقسيك حاجة. تقصير زعما الحضارة اليونانية، الحضارة اليونانية قالت بلي صح، قالت بلي السماء كاين سبع سماوات. الحضارة اليونانية هادو زعما صوالح قبل ما يهدروا من القرآن. ما فهمتش واش قالوا. قالوا بلي كاين سبع سماوات. كيفاش كاين سبع سماوات؟ كاين سبعة. أبو وشنو هذا اسمها؟ والشمس والقمر. كاين سبع قمر وسبع سماوات وسبع أراضي. أو حبيت نسقسيك حاجة ثانية في هذه الكواكب، شكون يدور الكواكب ولا الشمس اللي تدور؟ الكواكب تدور لا، الأرض هي الأرض، هي كيفاش يقولوا، هي المركز. بصح القرآن يقول لك العكس، وش يقول لك؟ يقول لك الشمس للدور ماشي الكواكب. أبو انا راسي حبس عبالك، راسي حبس. وانت راك تبحث ولا راني نبحث وراني نشوف هكا، راني نتبع فيك. وين الرسول الله يقول لك الشمس تجري؟ والله عبالك دخت. والأرض المسطحة زعما نظريا، كي أنا في الأرض نشوفها مسطحة ولا؟ معليش هاد الصوالح ما يهموش، هي الأخلاقيات. هي الرسول قال لك الرسول، نشوفوا الرسول واش دار، والله واش قال في القرآن، هذا هو اللي يهم. هاد الصوالح ما يهموش، عرفوا بلي كان الرسول الله يعني جاهل تاع القرن السابع، هذا من جماعته قد يا ربك مسوسين. لازم باش تكون في الإسلام وتتبع هاد الدين لازم تكون موسوس. جماعته درته من جماعتي، عندي جماعة أنا، أنني حل عندي جماعة. عبالكم هذا تعليم. وسورة الفاتحة اللي قلت هذه ثان جتني فيها الشك. وي وي دقيقة حبيبي، عندي جماعته هذا. عبالك الإسلام يدير لك كيما هكا، يخليك بنادم ما يخليكش موسوس، ما ممكن تروح ترقد. ميم هذيك الراحة النفسية ما يعطيها لكش، دايما شكاك في نفسك. جماعته جماعتي مسكين، هذا الشيء طالع جان ما نعرفوش كاع، ما نعرف الاخرى تاعو. لا سورة الفاتحة سورة، يعني نهضر عليك، انا نهضر على واخ مسلم شوف راه مسكين يبحث فقط. جماعتي يعني مخلصوا يعني والو، العقل تاعكم زيرو يا دي. وانا قلت هذا السبب هو زوج صوالح، هو الدين والمنهجية تاع الجزائر المدرسية.
تخليكش تخمم، تخليك معوق، عندك اتجاه واحد فقط، ما عندكش نظره افقيه على الاشياء، انك تتخمم هذه، تطرح اسئله متعدده، ما تخمم تاع النظام. اذا انت ماشي في السكه هذيك تبع عمي تبونش نريح، اذا انت خائن، انت خائن. نعطيك حاجه ثانيه في هذه، نعطيك حاجه، صوت الفاتحه هذه يجيني فيها الشك. كيف الشك؟ شغل تجيني شغل واحد كتبها في سيقة سنة أولى شغل ما وي ماشي سنة أولى، هذا راه قل مازال ما دخل سنة أولى. أنا جو بونس با بلي اللي كتب القرآن، أنا قريت لك تاع ليس على الأعمى حرج وكلش، مي برافو عليك خويا لك تحوس وغير بشوية، يعني فوا لي دوسمون، ولا سيكوريتي تاعك هي أهم شي حبيبي، فهمت؟ صح والله ما لابد راهو باين. شكرا حبيبي، روح غير وحده وباين الفيلم صح. ميرسي خويا، طلعي انت اختي بيسك راه باين الفيلم، اني حبيت تطلعي انت ونشوفه وناكد لك بعد ما غادي تطلعي تتعري وتخلي الخلوطه تاعك هنا. صدقيني غادي نقول لك حاجه، شوفي طلعي غادي تشوفي مسلمين تحت غادي يقول لك هذه باينه. نتحداك لو كان تطلعي تهضري معايا غادي تشوفي في الشاط، بس غادي تنحلك شعر العانه من الجهل تاعك، وغادي تعرفي قيمه تاع الجهل تاعك بهذا الدين. غادي الليل تحت غادي يقول لك باللي هذه راهي خلص فيها وراهي باينه راهي معاه. هذه هي، لانك لما تطلع هنا وهذا بشر تلقاه انتيليجون، ما من المسلمين اللي طلعوا معايا سيدي زانتي بصح انفو يدافع على حاجه سي كي انديفوندابل يولي بان غبي، لانك راك تدافع على قيم تاع القرن السابع، تدافع على ضرب المراه، يعني اللي احنا نعرفه اليوم هذا العمل ما تقدرش ما يقبلوش العقل. كيفاش راجل اللي يدين ربي يضرب للزوجه تاعو، اللي قال لك الله في الايه تاع هو ان خفتم نشوزهن فعظوهن واهجرهن في مضاجع واضربوهن، يعني زواج صغيره اللي هي حلال في القران في سوره الطلاق رقم 4. هذا العمل برباري، كي يطلع واحد يدافع على هذا الشيء راح يبان ستوبيد، راح يبان غبي. كي يطلع يدفع لك الشهاده يقول لك المراه ما تقدرش تشهد، وانت تشوفي العالم اليوم الاحسن الدول اللي متقدمه متطوره والدكاتره والعلماء النساء، يقول لك الميراث نص، يقول لك المراه ما تقبلش زوجها، يعني بالاعباء نتاع المجتمع نتاعنا الا قالت الجنس لا كانت عيانه تلعنها الملائكه الصبح، الله يسبها. تشوفي العبوديه اللي مذكوره في الاسلام، وحنا نعرفوا اليوم العبوديه صصبصبا. كيفاش انا مسلم عندي الحق نشري نساء، نروح للسوق نشري نساء ولا نشري رجال؟ هذه اللي كاينه في القران تاعك، قطع اليد، قتل المرتد، هاد صوالح اعمال بربريه ما كاش. على بها كي يطلع هكا الاخ اللي دافع على هذه الدينيه اسلام ضد العبوديه، فوالا ميرسي. هاك عطيتي نظره، هاك سمعوا مليح اخواني المسلمين وغير المسلم، نتحداك تروحي تسقسي الامام تاعك غدوه، تروحي للجامع سقسي اي امام قول له العبوديه غادي يضحك عليك، غادي يقول لك غادي زوج صوالح، غادي يحتقرك يقول لك ما تسقسيش روحي صلي وسوي كل، بس تعرفي علاه؟ باسكو يقول لك هذه غبيه، ولا احترمك الا احترمك غادي يشرح لك ويعطيك الاحاديث ويعطيك الايات تاع العبوديه. بيان سور كو العبودية ماشي حرام في الإسلام، بيان سور كو في 1962 دخلي في اليوتيوب كتبي العبودية، كتبي سوق النخاسة في الكعبة 1962، 1962 أمام الكعبة. غادي نفهمك، وهنا تاني لازم يكون عندك عقل باش تكون أنت اللي جا باش تفهمها. تعرفي تخيلي أنت أمام الكعبة كاين حانة تاع خمر، مستحيل أنه أمام الكعبة يديروا خانة يبيعوا فيها الخمر باسكو الخمر حرام، مستحيل أنه يديروا حانوت يبيع الخنزير أمام الكعبة أنه الخنزير حرام. كانت قدام الكعبة سوق النخاسة يبيعوا ويشروا نساء ورجال في 62، حتى جات إلينور يعني مرأة هذه أمريكية ساهمت وخدمت بحقوق الإنسان، غلقت هذا السوق هذا، ومن بعد زادوا غلقوه في موريتانيا. روحي اقراي مدام على الرسول مات وكانوا عنده 4 تاع العبيد تاع الجنس نساء، منهم ماريا القبطية أم الولد، ولدت له ابن إبراهيم. يا الدين تاعكم هذه ام ابراهيم ولدت له ولد اسموه ابراهيم، كتبي فقط ام الولد ابراهيم، ولدت له ولد اسموه ابراهيم وما اعتقهاش ومات وخلاها عبده تاع جنس، وكانوا عنده 4 زائد الرجال العابد اللي كانوا عنده. مادام اسمعي مليح، هذه عمر بن الخطاب اللي قراوك عليه قال لك عمر الفاروق وكان كذا وكذا، ولدوا عبد الله بن عمر اللي هو ثاني رواه الحديث بعد ابي هريره. كاين ابو هريره، كاين عبد الله بن عمر، انس بن مالك وعائشه رضي الله عنها في رواه الحديث. هذا ثاني رواه اللي كان يعني مقدس عند اهل السنه والجماعه عند المسلمين. هذا كان يروح السوق النخاسه والسوق تاع النساء يدخل يديه في الصدر تاع النساء وفي الاخر ويشري في حديث صحيح. تقدري انت تبعتي عليه.
كتبي عبد الله بن عمر في سوق النخاس، غادي يخرج الحديث صحيح بالمصدر تاعو والمصدر والمتن وكلش، بلي هذا الحديث صحيح ويعطيك كاع هذا الحديث كل اللي كتبوه لا صحيح ولا ماشي صحيح. الرسول ميمونة بنت الحارث، سمعي مليحة، أم المؤمنين زوجة النبي، غادي نعطيك هذه المعلومة هذه أختي ولا بنتي. ميمونة بنت الحارث كانت عندها عبدة، كي راح الرسول كان مسافر، كي جا عتقتها، عجبتها مسكينة، قالت لك خلاص نعتقها. كي جات حكت للرسول واش قالت له؟ قالت له يا رسول الله، قالت له راني عتقتها. واش قالت له؟ واش قال لها الرسول؟ زعف عليها، قال على ما تبديهاش كادو لا فامي تاعك، على حرتيها. كتبي من فضلك، كتبي ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث والعبد، كتبي كذلك الشيخ الرسول والشيخ، كتبي الرسول والشيخ. شيخ كبير في السن بغى يموت، كان قريب يموت، كبر، كان عنده 6 ألعاب، جاء عند الرسول. سمعي مليح الحديث، انا الا حبيت نحط لك درك نعطيك المصدر تاع الحديث، نعطي لك في البخاري ومسلم في اعلى درجه، لو كنت فري هذا الحديث انت كافره. عنده 6 ألعاب، جاء عند الرسول قال له يا رسول الله راني حاب نحرم. الرسول زعف عليه، شوفي واش دارهم الرسول، سمعي خير خلقه، قسمهم ثلاثة تاع لي جروب، زوج زوج زوج، ودار القرعه بيناتهم في الحديث صحيح. تخيلي انت، غمضي عينك وحطي روحك انت بين هذوك الناس اللي مسكين كان يتمنى انه يكون من هذوك اللي حرم، حرر زوج ورجع له ربع عقله، ما تحررهمش، وقال له قولا شديدا، زعف عليه، قال له ما تحررش لعبي. فهمتي ولا ما فهمتيش مدام؟ ما تحريشها بيان سور، انا نعطيك في المصادر وتجي تحريشها بيان سور. روحي بحثي اختي، روحي روحي بحثي العبودية في الإسلام، مصيبة لو كان قلت شي حاجة أخرى اللي عليها نقاش ولا عليها اختلاف وما كانش عليها إجماع، وما كنت تقولي كاش قضية اللي ما عليهاش إجماع يعني عند علماء الأمة، مادام هذه القضية عليها إجماع في المذاهب الأربعة في مخصوص العبودية في الإسلام، هي متوقفة الآن لأن الجهاد الطلب متوقف، لأنه إحنا ضعاف، إحنا في مرحلة ضعف. بس لو كان غدوة ربك بايزم يعطينا هذا الطير الأبابيلة يعاوننا يعطينا قوة ونروحو نصدمو على إسبانيا، على بالك بهذه الأخرى، ولا كيما كان يدير الرسول كيما صدم على قبائل يروح يصدم عليهم، عندهم 3 خيارات، كيما صدموا عليك أنت في الجزائر وفي المغرب بلاد الأمازيغ لما جاو، أعطاهم 3 خيارات، يا إما تدخلوا الإسلام، يا إما تدفع الجزية عن يد وأنت صغير، تعرفي الآية هذه، يدفع الجزية عن يد وصغير، راكع ومذلول، لأنه الهدف تاعها هو إذلال هذوك الناس، ماشي الدراهم. والثالثة يقتلوا الرجال ويدوا النساء والدراري، النساء باش ينكحوهم. يا أختاه يا أختاه يا أختاه، نزلت أمينة، اللهم زدنا بطاطا وبون، نزيدو هادو. واش من سوس خويا؟ واش من سوس؟ واش بك حب سوس؟ واش من سوس؟ السلام عليكم. خاصك شي عمو يداو شي الملحد، وانت كيما انت الله يعدي بابك انت تعرف. ما شاء الله على أخلاق الله والرسول. الحديث اللي قلت لك عليه تاع الشيخ حبيبي، واحد راه دومونداني في السوس وانا وي سبينوزا. الو ميهو باك سمع فيا، وي واش راك خويا صافا؟ نحمد الله ونشكره. الله غير عندي بامول دو طوني تبع فيك، تنبعت نيميرو ان مي بو في بالك عندك بزاف راهم يتبعوا فيك، ما قدرتش تطلعني. انا طلعت في اللايف تاع جاك لوفو، عندها واحد دومو وقصرت هكذايا مع حكيت حياتي. بون انا مانيش هنا باش نعاود نحكي لك نريزومي لك حياتي، انا جامي اعتبرت روحي مسلم ولا عفايس هادو ملي كنت صغير. حبيت برك نقول لك حاجه، انا على بالي انا عارفك فاهمك واش راك دير ميهو،
عبالك رانا مع شعب مع ناس كسوس لا من لا افريك انا دو نور سبينوزا، سبينوزا غادي نقول لك وي في خويا حاجه. انا وي خويا انا قاسي، انا هو اللي بديت هذا الثوره اللي تشوف فيها كلها. انا صح ممنوع من باتا نهضر على المسلمين ولا نهضر على الشعب ولا نهضر على الاخر، لاني رايح نهضر على المسلمين ولا نهضر على الشعب ولا الجزائر انا غلط. انا نهضر على الافكار، نهضر على الله، على الرسول، على القران والسنه، نقطه الى السطر. جامي نهضر على المسلمين ولا الجزائريين ولا اليهود ولا المسيحيين نو، نهضر على الله، على الرسول، على القران والسنه. جامي نهضر على الافكار، جامي نهضر على الشعب. ميرسي خويا، جيسبيك بلي اه تريسبيكت. اسمح لي اسمح لي برك دقيقة معليش إلا حبيت. مانيش مانيش نهضر على 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 الآخر على الشعب ولا على بالك تحكي على الأفكار خويا ميهوب ما تخافش أنا إنسان أنتيك ما طلعتش باش نسب راح نعطيك برك نقطة في التاريخ مهمة على بالك على واش خرافة واش راك تهضر وي سبينوزا، تبان لك أنا بلي انا نخاف، تبان لك بلي تهضر مع واحد خواف يوري وجهه لادريس تاعو، لا عباك بلي معليش لا بصح علاش راك تقول لي هكذا؟ معليش معليش، عباك بلي الوحيد في العالم الاسلامي اللي داير صورته، داير اسمه، داير التليفون تاعو، داير لادريس تاعو، الوحيده، ما هذول اللي تشوف فيهم مسمي روحه عنده، كاين اللي داير اسم مسمي روحه كذا وكذا، عباك بلي الوحيد في العالم الاسلامي اللي داير كلش. تقول لي انت كتخاف، ما تخافش. ما قلت لكش راك تخاف، ما قلت لكش راك تخاف، قلت لك ما راحش نهضر واش راك داير في بالك، قلت لك انايا جو سوي نون كرويون، جو سوي با مسلمون، حبيت برك نعطيك نقطة في التاريخ، حبيت نقول لك باللي رانا حنا في كاع كشعب كاع في شمال افريقيا وفي مصر في الاسلام جانا عنده 14 قرن وما خيرناش، وراك تقولها انت وتقولها اخي ما خيرناش، جا بالعنف وجا حب يقول عاشوا عشنا تحت تهديد السيف، حتى وين جات، هذا واش حبيت نقول، هذا ما كان حتى وين جات التكنولوجيا، حب يقول جا العلم وجات تيك توك وجات الانترنت، فهمتني على بها الناس واش صرا 14 قرن، تبع معايا تاع لوبوتوميزاسيون كيما يقولوا، ودوكا على بها يزون دي مال يعاودوا يشوفوا، فهمت حبيت نقول لك، يعاود يشوف للور، صبر تشوف، يشوف الريتروفيزور واش راه يحكي ميهو، فهمتني علاش هذا ما كان، باسكو ما طلعتش انا باش نغلبك في الاسلام، ولا راني داكور معاكم، قلت لك راني نتبع جاك لوفو، راني نتبع، فهمتني هذا ما كان خويا ميهو، ما طلعتش نقول لك حاجه واحده اخرى. ميرسي ميرسي مون امي، يعطيك الصحه. بون يعطيك ميرسي صحيح، ميرسي على الفورتو. بون انا نقول لكم الجواب، نجاوبكم انا على الاسئله، ما كاينش مشكله. صحاب غزوه بدر وغزوه احد والخنادق او الغزوات الاخرى نتاعها تاع رواح الجزائر وهدر، غادي نجاوب لكم، لانه هذا فقط الغبي 75 اي كيو 75 اقل يطرح هذا السؤال. بيسر لعدة أسباب، أولا راني في الجزائر، نعم راني في شمال النرويج، مي راني في تمر راسط، راهم العائلة، روحوا شوفوا الفيديو اليوتيوب تاعي، ناس عائلة من تمر راسط، اسمع فيها، من ورقلة، من غردية، من تلمسان، من بيجاية، من تيزي وزو، من عسكر، من تيارت، من سوق هراس، من سطيف، من الطارف، بارتو، شاوية، قبائل، عرب، توارق، بني مزاب، راهم يسمعوا فيا دروك، يسمعوا فيا جزائريين من كندا، من أمريكان، بارتو. ما بقيناش في غزوة بدر أرواحنا وهدر، كي نجي أنا ونروح نروح في طحطحة، نروح في طحطحة ونبقى نعيط، أسيدي نفترض أسيدي كنا، شكون اللي غادي يسمع لي؟ نفترض كنروح الجزائر يدخلوني الحبس، هذه رجلة، شكون هنا لو كنت؟ باسكو ما عندكش النظام، باسكو عندك نظام ديكتاتوري، ها نروح نوري لك النظام، ها هو الكتاب هذاك، شوف هذا كتاب قرآن هذا، أونونجلي، هذا نهار سبت كنت مع بنتي، كنا ندورو في لافيل. مسلم حط طابلة ويقسم في القرآن ويكريتيكي في المسيحية ويكريتيكي في اليهودية وينشر في الدين، ولا واحد هدر معاه، باسكو بلاد قانون وبلاد حماية تحمي الديانات، وعندك الحق في الكريتيك، تحرق القرآن ولا تحرق لابيبل ولا تحرق اللي حبيتها في البلاد اللي عايشين، ممكن حتى واحد يحل فمه، محمي من طرف القانون باسكو عندك الحق، بصح في الجزائر ما عندكش هذا الحق، باسكو الظلامين، باسكو نتايا كي تروح تقرا في الجامع تروح تقرا الحمد لله غير هذيك وتقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كي تسب اليهود والنصارى تجيك نورمال، بصح كي تجي هنا يا اخو حنا الدين تاعنا يحترم الناس يا اخو، كي تسب ليا كي تقرا وتسب تقول لهم يلهث كالكلب يحمل اصفارا كالحمار، قرادة خاسئ، تسب اليهود وتسب النصارى ولا تسب المشركين، انما المشركون نجس، تجيك نورمال تقراها نورمال وكلش، بصح لو كان واحد اخر مسلم يقول كلمه على الله ولا يدخلوه الحبس ولا يحقروه، خدموا عقلكم شويه، جيستومون رانا نخدموا على هذه باش يكون عندنا الحق، وهذا الشيء هذا يجي بيكم ولا بلا بيكم، بربكم ولا بلا ربكم.
ديجا شوفوا غير الارقام دروك، شحال الناس راهي واعيه وتخرج من الاسلام. سي تري تري فاسيل. كيفاش نتايا بين رحم باباك كاين واحد يعني عنده الاي كيو نتاعو اكثر من 75 يقبل، كاين مرأة عندها الاي كيو نتاعها اكثر من 75 تقبل الآية تاع وين خفت من نشوزهن؟ ان الله يعطي الحق للراجل انه يضرب مرته مهما كان بالصباع هكا ولا بالسواك. كاين وحدة عندها العقل تقبل هذا الشيء، كاين وحدة عندها العقل تقبل نكاح الاطفال، كاين وحدة عندها العقل تقبل العبودية. ديجا لا براف الدول تاعكم الاسلاميه كلهم الى صح هما يقولوا كلام الله صالح لكل مكان وزمان. من المفروض نتايا يكون عندك قاعده، قاعده بسيطه جدا جدا في اللوجيك، يكون عندك قاعده اذا كان الكلام تاعك، الكلام تاعك ماشي ماهو صالح لكل مكان. لو كان صح كلام الله صالح، المهم الكلام تاع الله اللي هو كلي العلم يقول شيء كن فيكون، يعني البطاطا تنط تم تم يقول لها نوضي تم تم تنط تم تم، ما تحتاج عاد قارئ عبز تسهل. لو كان صح هذا الكلام عند الله هذا، لو كان اليوم راه قدوه، لو كان راه الدول المتقدمه تعمل بقوانين الله. يا دول اسلاميه افغانستان اللي دوله متاخره بزاف ما تقدرش تطبق شرع الله لان تشوف فيه بربري، قطع اليد وقتل المرتد هنا ويحاولوا، وتحط امراه تزني غلطوا بشر شباب كانت متزوجه زنات تحطها في حفره وترميها بالحجر حتى تموت في 2024. إن الله وملائكته يحبون مهوب فأحبوه الله يخليكم وكبسوا. جوزا ميزامي جوزا يعطيكم الصحة. وي يوسف خويا واش راك؟ الزلف لك يا مهوب، الزلف لك أمك صفا صفا ثلاث ربيع الحمد لله. الله يا مهوب على بالك رواسينا حبسوا يا ربك. انت تهضر بحاجه نتبعوك، ومن بعد اني رحت سقسيت الامام شفيت هذيك المره اللي طلعت معاك وقلت لك نروح نسقسي امام وقلت لي ايه وشوف واش يريبوندي لك يا خويا. قال لي اخطيك من العفايس هذو، قال لي غير ما تتبعوش. والله ما حلبني كاع ما خدانيش نهضر هكا، قال لي هما رامي غير يهضروا باش يهضروا منا، ومن بعد كي تجي تتبع نجي نشوفك انت لقاش غير كلش صحيح ما ليناش واش نامنوا. والله ما فهمت انا هذه الرسول وعائشه تزوج بها ومنا في سته وطلع كلش صح، تدخل لجوجل يخرج كلش صح في الاحاديث في الاخر. والله العظيم رواسي نحبس والله على بالك اني دايخ، على بالك عندي واحد درك واحد الشهرين ولا اني دايخ ما فاهم والو. والله الصلاه وحبستها، الصلاه حبستها كاع اخويا غير بشويه. وكذابين الائمه تاعنا كذابين اللي تروح تسقسي ابري ما يحكي لك والو ولا يقول لك خطيك ما تبعهمش ولا حاجه. كذابين ما حابينش يعطيونا الصح، ما حابين والو، ما حابينش يحلبونا كاع. انا واحد من الناس ما نكذبش عليك، انا ما كنتش متحلب لهذه تاع عائشه. سقسيت بابا ما على بالوش، قال لي ما على باليش. والله العظيم حبسونا رواسينا. معليش امام الامام يقدر يكون مانيبيولي فيما هذه، ما نكذبش عليك انا اما قليت لهم احاديث الارجوحه داخ الحديث عن الارجوحه راه معروف حديث في اعلى درجات الصحه. قل في عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأسكنها فسيح جنانه، قل لك نادتني أمي أم رمان لا أدري ما تريد بها. هذه النهار اللي بغى يدخل عليها الرسول كتبوا حديث الأرجوحة غادي يخرج لكم، ولا روحوا عند الشواكر تاعكم لا إما ولا تليفوني ولا يعطوك المعلومة هذه، كتبوا غير حديث الأرجوحة غادي يخرج لك. قل لك يا دين ربي نادتني أمي رمان لا أدري ما تريد. تخيل أنت في النهار تاعك في العرس تاعك، خمم خدم عقلك غمض عيني في العرس تاعك ما على بالك واش راح يصير هذاك النهار. وريانا صغيرة راه يدخل عليها الرسول، تدخل عليها واش تقول لك؟ تقول له كنت مع صواحبي لي في أرجوحة، كنت مع صحباتها دي بيبي صغار كيفها تلعب في أرجوحة. اي صح هذا الحديث جاي. حديث وي حكمتها ملي داوها غسلوها وكلش، ومن بعد داوها عند النساء، ومن بعد دخلوها للدار، ومن بعد دخل عليها عمي شنقريها، عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل عليها تخيلوا 54 سنة سنه طايحين، كان فيها القمل في حديث أم حرام اللي يحب يروح يحوس عليه ثاني حديث صحيح تاع البخاري.
اللي كانت في ليلو كان فيه الجمل، ما كانش كان يمسح بثلاث حجرات، وكان ياكل الرسول ما كانش يغسل يديه في الحديث صحيح، كان يجيبوا له الماء تاع الماكله ما كانش يغسل. تخيل هذا يدخل على غليانه صغيره بيبي 54 سنه، شيباني كبير سنيه طايحين، تقول لك عائشه لم يروني ضحى الا رسول الله، خلعها تخلى عليها حديث قدو. انا ما كنت ولا كي تقراوا حدوث الاجحه، اذا كانت عندكم قيم، اذا كانت عندكم انسانيه تقشعر الابدان. والله راسك يحبس تحشم يا دين ربي. هذا واش يغيظك؟ هذا واش يغيظك؟ امام تسقسي يقول لك اخطيك، ما لازمش تعرف هذو امور، هذو تاع بعاد علينا منا. كي بصح اللي بنا درسنا في الامور هذه، انت كي تحوس عليها فيديو كي تلقاها صح، كلش صح وبالاتفاق وعندك المدافع في اربعه يهضروا عليهم. ما يقدروش يهربوا منها يعني، تاع الاطفال هذه ما يقدروش يهربوا منها، لانها يعني هذه راهي حاجه اجماع عليها، ما يقدر حتى واحد يحل فمه. مام هذوك اللي يستعملوا نتاع البلوغ تاع بنو شبرما ولا العتيمين ولا، كي تولي تقول له يلا قدم لي الحجه نتاع الاخر نتاع، ولا غادي يحصل. راهم العلماء حصلوا هذه ما كانش إيه قال لي خطيك من لي روز من لي ريزو سوسيو قادم. واحد الامام طربي والله. ولا تتبع وحده قالت لك ما تتبعش جوجل، جوجل كافر كذاب. جوجل جوجل نستعملوه كي نبغوا نستدلوا بالدين، ونقولوا عالم نسيت اسمه ألقى ذبابة في كأس فسقطت الأخرى فكان والله أكبر تكبير. واش استعينوا ما نستعينوا بالإمام ما يعطيكش صح. هذا الإنسان اللي يقول لك أعطيني، شوف اللي دائم اللي يهضر لك على الويكيبيديا ولا جوجل، هذا الإنسان قولها ديرك كما يقولوا السجارة تبان مثمر تاعها، راح يبان باللي يعني هذا الغباء. وهذا ماهيش لافوت نتاعهم، هذه لافوت تاع المدرسة الجزائرية، لأنه في الدول المتقدمة الولد يعلموه في 3 سنين 4 سنين يقولوا له جوجل والويكيبيديا ما هو الا محرك انت تكتب فيه معلومه، هو يديك المصادر وانت تروح تفيريفي. كيما مثلا جوجل تكتب فيه هذا الحديث على الارجوحه راح يديك الموقع مثلا نتاع اسلام واب. ما هو موقع اسلام؟ اسلام واب هو موقع للعلماء، علماء اهل السنه والجماعه، ولا يديك للدرر السنيه، موقع يديك ليه يا ربي تحتها مخطوبه بالخضر ولا بالازرق، يديك الموقع الاسلامي تاع الدرر السنيه، علماء اهل السنه والجماعه. مع من تهضر؟ مساكين جوجل. الناس وصلت حتى قال لك ابن كثير والاخرى وصلت الرسول قال لك يكذب، كي تحشرهم يقول لك الرسول لا يمثل الاسلام. وين غادي يديروا؟ لا لا انا قلت لك شوف اللي دافع الاسلام انا يغيظني، باسكو انا علاه، انا يوسف خويا انا كنت في هذه المرحله، كنت في الجهه الاخرى كنت ندافع عن الاسلام، وهذو اللي كتشوف فيهم ما هذو اللي يسبوا فيا راهم متربيين عليا. انا شتم حيوانات يوسف، انا نقول لك كلمه باش نقول لك فكره باش تفهمها. انا كي كنت ندافع عن الاسلام هذو على الاقل انا كنت نبكي، الدموع يطيح والزبد يسيلوا لي من فمي والخنونه تسيل، وانا نسب في الناس ونهدد فيهم، بس كنت شوف غيظ. او هذو كذابين وهذو اسرائيليات وما يخلصوا فيكم، الماسونيه، المخزن، فرنسا، امريكا. صح صح صح. هضرت مع الشيخ، هضرت مع القرضاوي في الجامع المركز الاسلامي في 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 جنيف، نسقسي على المعلومه بعد ايام وانا نهبل فيه سيلتي بلي سيلتي بلي، كيريح وجبد لي الكتاب وبقى يقرا لي. يا دين ربي كيفاش؟ وهذه انا كنت حاسبها ماسونيه مخلصيني كفار. اسكو الرسول دار هادشي هذا تاعي اللي كان قدوه للعالمين، يقتل الدراري 700 شخص يستفهم كاع يعريهم كلهم، كما يقول عطيه القرضي في حديث صحيح يقول لك كاع اللي نبت شعر العنق قتل، يقول لك انا كنت يعني من لم ينبت فاخلي سبيلي. صح عراهم كاع الرجال اللي نفتت له شعر العنق، واحد الدراري صغار خل اللي نفتت له شعر العنق اداهم واداهم 10 10 وبقاو بالسيف يذبحوا فيهم. والمشكله هنايا يبدا لك الحديث في البخاري انه جه جبريل هو اللي عطاه الامر هذا. جبريل جاي يعطاك امر باش دير كيفاش تسمى هذو ولاد صغار، ولاد صغار تقتلهم تسمى درك مال ولاد غزه والاخر كيف؟ ما رحمش حتى مرتو صفيه اللي كنت نهضر عليها قبيلات، صفيه اللي كنت نهضر عليها نعطيك الحديث ونعاودو باسكو راني نشوف بزاف ناس جدد يولي يروح يقرا على امنا صفيه كيفاش، ويقرا الحديث اللي موجود عند الذهبي في المستدرك في حديث صحيح اللي حكاه رواه ابو ايوب الانصاري، بات يحرس على الرسول خاف. بعد كي ناض الصباح قال له واش راك دير هنا قدام الخيمه؟ قال له يا رسول الله، قال له راك قتلت باباها وعمها وخوها، قال له خفت عليك، وكان في شهر العسل وقتل كاع القبيله تاعها، قال له خفت عليك، قال له خفتها لا تتخضع كلها، والرسول بيتين كح فيها نورمال. وبعد المسلمين يقول لك دخلت بالاسلام والمهر تاعها وشنو هو؟ انه الرسول حررها.
ايه تحررها هذاك بالمهر تاع ايه صح مهر تاع إيه. يعني سي صح. سي انك خويا كيفاش يديروا هذا الكلام هذا وزيدوا زيدوا غاشي ما يسقسي ما والو روحوا سقسيوا ائمه ياك مساجد كاينين روحوا سقسيوا ائمه يجاوبوكم كيما قلت يتهربوا كاينين ائمه يتهربوا انا سقسيت ثلاثه يتهربوا من بعد واحد جبد لي معليش قالت لك بانو قريضه واش داروا معليش نتحداك لو كنت تطلعي غادي تلقاي اشكال في الدلائل تاع بانو قريضه بصح ما كاش مشكل اسيدي نروح معاك بانو قريضه خانوا العهد في حمايه المدينه من الجهه الغربيه معليش ما كاش مشكل نروح معاك كيما يدعي اللي جاوا بعد 700 سنه وبروا هذا الشيء المشكله وين راهي هنايا هذو اللي دابوا هذا اللي عطاوك هذه الحجه هذه ولا هذا التبرير نساو باللي في حديث البخاري لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الى عائشه اتاه جبريل فقال له قم الى بني قريظه كان يقدر يعطيه لا ليست يقول له 20 10 هذو اللي خونوا 20 30 50 100 اسيدي 200 يقول له هذو خانوك مو مستحيل سيدي القادة نتاع حماس سيدي كاع كي كثروا كثروا يكونوا 10 20 معليش 200 عراهم في حديث صحيح تاع عطية القرظي هذا خير خلق وعندي حديث اخر ثاني لا حبيتي راهم جاوا الصحابه حشموا للرسول قالوا له اودي كي قال لهم راح نزدموا على قبيله قالوا له راه فيها نساء والاطفال قال لهم هم منهم نعم قال لهم ما كاش مشكل واش راكي تقودي هنا واش راكي تبري اسيدي معليش نخلو هذه الرسول سيدي كان غلط وكذا ومسكين والله غالب عليه وكان أم روح لك ربك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أختي كيفاش ديري بهذه الأستاذة مينا هذه الآية كيفاش ديري بها سير تبلي فهميني هذه الآية هذه كيفاش ديري بها كي الله الرسول حلوا اختصاب صبايا أوطاس مينا اللي راكي كتبتي قلتي واش داروا هذه الآية كيفاش ديري بها وين الصحابه تعرفوا واش يقول لك الحديث ولا غادي نقول لك يمكن ما سمعتيش بالحديث تاع صبايا اوطس سمعي مليح لانك هنا عندك ايه عندك حديث وعندك كل التفاسير كلها كيف كيف ما مهنا القراني المؤول ما يقدرش يهرب مدام ما ملي يكون قراني مؤول ما عنده وين يهرب هنا الدوبل سيس يغلقوا عليك بالدوبل سيس لانه هنا يقول لك اسبنا سبيا من صبايا اوطاس ولهن ازواج فكرهنا يعني حشموا ان نقع عليهن فسألنا النبي فنزلت الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن يعني ما عليهم غير استبراء الرحم أطاك هذو الناس الكفار اللي قلت انتم ما كانش يقدروا مرأة كانوا يحشموا كي يسبوا مرأة متزوجة ما يمارسوش مع الجنس جامي يتبدل تعرف علاه هذه تاع نفس القش باسكو راك مضرار راهي تاكل فيك هي تاكل لان الله نتاعك يدعي في القران راهم كاع راهم يوسف 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 اصبر شويه ان الله نتاعك يدعي في القران عنده ادعاء يقول لك يعني كليه سالبه في كليه موجبه نتحداك الا فهمت هذه القاعده يعني الله يدعي الكمال يعني غلطه صغيره تسقط كلش كليه سالبه في كليه موجبه انت راك تقول واش تقول تقول هذا ماكاش مشكل هذه القواعد هذو خلاص هذا الغلطات ماكاش الاخرين قبلهم راك تسب في الله نتاعك وفي الدين نتاعك وفي القاعده اللي تدعي الكمال لله لانه يقول البطاطا كون فيكون لله يولي احمر تقدر واش تدافع اخويا ميرسي يعطيك الصحه حبيبي الله يسامحه ميرسي خويا وفوا لي دوسمون ولا سيكوريتي تاعك هي اهم شيء حبيبي ميرسي يسامحه ميرسي ما تقدروش تدافع على الدين بهذه الطريقة أنا نقولها لك كان عندك حلين يا إما تكون من هذوك الرايات السود ولا تكون عندك الآي كيو نتاعك ناقص قل من 75 وقل من 75 في بعض الدول أنت نصف معوق باش نقولها لك ديركت يعني لازم لك إعادة تأهيل في المدرسة يعني في حالتين مستحيل يا إما تكون من هذوك الرايات السود اللي هما اللي مثلوا الإسلام رايات السود هما الإسلام